أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن نقول في دعائنا: اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقنا من واسع فضلك؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يصح أن نقول في دعائنا: اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقنا من واسع فضلك؟ نعم، تدعو الله بأسمائه وصفاته، ومنها الرزاق ذو القوة المتين كما في آخر الذارية، تدعو الله بأسمائه وصفاته. نعم.